اوكي، عاملين ايه؟ كله كويس؟ تمام. انا اهو رجعت لكم مرة تانية مع الفيديو بتاع احمد علاء. موضوعنا النهاردة عن بلاي ستيشن 4. بلاي ستيشن 4 ده من احسن انواع البلاي ستيشنز اللي عندي، بجد بجد والله. يعني انا عندي 1 اساسا و4. وعاوز اقول لك بقى اخطر حاجة ممكن تسبب لك كارثة كارثة في المكان كله، ممكن يعني تولع، يعني لا قدر الله، يعني ممكن تولع اساسا البلاي ستيشن كله مع الشاشة مع كله يولع لا قدر الله. فصراحة أخطر حاجة ممكن يعملها البني آدم إن هو ينفجر في الحاجة. أوعى 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 وأنت فاتح البلاي ستيشن تشد الكوبس، وحتى لو الكهرباء قطعت، حتى لو الكهرباء قطعت هتسبب لك كارثة. فيعني هو مش شرط حريقة، انا قصدي يعني ممكن مثلا يحصل شرارة في البلاي ستيشن، والبلاي ستيشن مع كارت الشاشة كله، وانتوا عارفين اساسا بلاي ستيشن غالي جدا، وكله يعني هيبوظ او يحصل شرارة صغننة كده. يعني مش شرط حريقة، يعني انا بس يعني بوضح عشان محدش يقول لي وليه مش عاوزنا نعمل كده ومش عارف ايه وايه وايه وايه. فانا بقول لكم ما تعملوش اخطر اي حاجات اخطر. يعني بصوا يا جماعة، انا عايز افهمكم، مش اي حاجة تشوفوها على اليوتيوب تكرروها، لا ده غلط يا اخوان، غلط. يعني مش اي حاجة كده كذب، لا انا مش بكذب على فكرة، ده كلام حقيقي، انا مش بكذب. فيعني هو غلط يعني تعمل اي حاجة. لو مثلا واحد بيقولك لو فكيت الكوبس وانت بتلعب بلايستيشن، ده عادي خالص يا فندم، ده بالعكس ده يحط لك كمان العاب كتير. لا 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 لا، ما فيش الكلام ده، ما فيش. يعني الصراحة دي اخطر حاجة الصراحة، يعني اخطر حاجة يعني في ال بسم الله الرحمن الرحيم في ال في البلايستيشن. وبرضو خطر انك تشير الاكونت بتاعتك، يعني غلط برضو، ممكن اي حد يخش يسرقك عادي، مش مشكلة. يعني يعرف برضو الايميل بتاعك كلام ده فين ممكن. والصراحة روك ستار، انا كنت عاوز بس اخليكو، وانا هكتب تحت في الديسكريبشن اللينك بتاع روك ستار، خشوا شوفوا الالعاب كلها بتاعت روك ستار، واحط لكم برضو في الديسكريبشن يعني هيبقى. بصوا يا جماعه، لو روك ستار هتبقى اول واحده، تمام. اللي هو التشانل بتاعت العجله بقى تاني واحده، تمام. وصراحه انا بلعب ردد، يعني لو بلعب ردد، وردد لعبة جميلة جدا. وانا حاطط البلس وبلعب اونلاين، عامل بلس وبلعب اونلاين وماشي تمام التمام. اصلي يعني بحب الاجهزة الصراحة، بعترف بحب الاجهزة
بحب الأجهزة جدا يا جدعان بشكل يعني ايه يعني انت ايه بحب الأجهزة جدا بجد. يعني الأجهزة شيء بجد والله يعني جميل 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 يعني يعني مشيها بقى أجهزة. يلا ما في فيروس كورونا فيروس قصدي و كورونا فيروس كوفيد 19. والصراحة انا شخصيا انا خلاص انا بقى مبخرجش، انا طالما البلس كل يوم هصحى هلعب، ما ينفع انا مفيش يوم هفوته من غير ما العب مفيش. انا كنت زمان بقى من غير بلس كنت كل يوم بقى بصحى اعمل فيديوهات عادي بقى خالص، يعني زهقت من البلاي ستيشن خلاص مفيش بلس خلاص. وصراحة انا بشكر روكستار انها صممت ريدد، وشكرا جزيلا للفيديو بتاعنا والسلام عليكم.